بسم الله الرحمن الرحيم. هسه واضح المحاضرة عندكم؟ بيس بلاي فور كروس 3 دكتور واضحة. اوكي. هسه ناخذ تصميم البيس بليت، قاعدة الأعمدة بيس بليت. واضح؟ قاعدة العمود لما يتم التصميم مالته، هاي القاعدة الغرض منها، من قاعدة الأعمدة هذه الغرض منها انه الحمل مال العمود يكون يتوزع بشكل منتظم على هذه القاعدة، بعدين تتحول اللود ينتقل من قاعدة العمود إلى الأساس، إلى الفوتينج. واضح؟ اللي هي هذه قاعدة الأعمدة، الغرض منها على مود يتم توزيع الحمل من العمود بشكل منتظم إلى الأسس. قاعدة الأعمدة هذه البيس بليت يكون الربط مالتها من خلال نطلع قلنا دورات او نت ليوبولتات من الاسس، نطلع ويربط من خلال اربع بولتات، على الاقل اربع بولتات. يتم ربط هذه قاعده العمود البيس بليت تربط مع الاساس بالبدايه اذا كان سمكها اكثر من 36 انج. اذا كانت سمكها كبير 36 انج، فاول شيء تربط هذه الكولوم بيس بليت تربط مع الاساس، وتكون يتاكدون من ان تكون مستويه، الليفل مالتها مستوي 100%. بعدين يتم ربط العمود معها من خلال اللحام. ربط العمود مع القاعده شلون يكون؟ اما يكون على شكل هذا اللحام، او لا يتم ربط هذا الانجل الزاويه مع الفلانج، هذا الفلانج، وايضا يكمل بتقويه باللحام، او بعض الاحيان لا الانجل يربط هنا مع الويب، الانجل مع الويب يربط همين بولتات هنا، وهنا يصير لحام، وايضا هنا ايضا من جهة الويب هنا يصير لحام، وهنا يصير الانجل مع الكولوم بيس بليت وذ بولت. فقلنا اذا كان سمك كولوم بيس بليت 36 انج او اكثر، يتم اول شيء باعتبارها هيفي يكون ثقيله جدا، تربط هذه البيس بليت مع الاساس وتكون بشكل مستوي، بعدين يتم ربط او تثبيت العمود. اذا كان سمكه اقل من 36 انج، يكون يخلون هنا نتات صامولات لغرض تعيين المستوى مالته، الليفل مالته، ماكوش يخلون هنا نت يرفع وينزل على مود يخليها يتاكد من ان تكون هذه القاعده مستويه بشكل تام 100%. اذا كان 36 انج اقل من 36 انج يكون هنا صامولات لغرض تعيين المستوى، تكون مستوي 100%، لان هذه القاعده العمود يجب ان تكون مستويه بشكل تام لغرض يكون توزيع الحمل بشكل منتظم على قاعده العمود، من بعدها ينتقل الحمل بشكل منتظم الى الاساس، لان اذا صار مو منتظم حيصير شنو التركيز، اذا كان غير مستويه هذا العمود حيكون بشكل مائل، فحيصير هذا الحمل تركيزه في مكان معين، ايش حيصير بيه؟ حيسوي ببل مومنت، هذا المومنت يسبب اشكالات زياده الحمل على قاعده العمود، واضح ولا لا؟ فلازم تكون مستويه. فقلنا اذا سمكها اقل من 36 انج تعيين المستوى من خلال الصامولات النت. اذا بين ال 20 الى 22 تقريبا، شي يخلون؟ يخلون ثكر قد واشرات مثل سمك ربع انج هو لغرض تعيين الاستواء. بالنسبه للشغلات المهمه بقاعده العمده، انه هذا العمود قلنا لازم تكون بشكل مستوي، ايضا يجب ان تكون هذه القاعده بشكل مايلينج، يعني سير نضربها معروفه عندهم بالمصطلح مايلينج، يعني تكون ما بيها ارتفاعات، ما بيها ارتفاعات. ليش؟ لان اي مشكله باي ارتفاع اذا كان تسبب تركز بالاحمال،
تكون مستوية 100%، خاصة إذا كان هاي البيرينج بليت، بعد هاي البيرينج بليت يعني صفيحة التحمل من 2 إنج أو أقل، ف maybe used without mining، ممكن إنه نخليه يعني نستخدمها بدون ما نكون مستوية إذا كانت البليت مال تحمل قاعدة التحمل هذه 2 إنج. إذا أكثر من 2 إنج يجب أن تكون مستوية straight مستقيم. إذا أكثر من 4 إنج must be mild، لازم أن تنضرب مثل جرايندر على مصير أي ارتفاعات تروح بيها تلغي يعني مسح بالضبط، مسح مستوية جدا ما بيها صعود ونزول بالنسبة لوجه البليت مال البليت البيرينج يعني صفيحة التحمل القواعد اللي نخليها. أكو تيبل بالبارت 1 رقم 129، هذا تيبل يبين بالسماحية بالكمبر، يعني لما تكون عندنا هاي شكل البليتة، هاي البليتة أكو فيها كمبر، كمبر شنو أكو يعني تقوس المسموح به. هذا بهذا تيبل عندنا الخانة بها سمك البليت الثك نيس مال البليتة سمك البليتة دي، وعندنا شنو خانة اللي طول الودف مال البليتة عرض البليتة، فأكو سمك معين وبعرض معين خالين السماحية بالكمبر لكل عرض وسمك معين أكو سماحية للتقوس للبليت اللي نستخدمها كبيس بليت سماحية التقوس. واضح ولا؟ أيضا هنا أنا شي يخلون من يخلون هذه البليتة وراها يخلون هذه يسموه الجراوتينج الحقن. حقن عندنا نوعيتين، إما يكون دراي أو مو دراي. إذا كان حقن جاف ممكن يخلون المواد هذه بعدين يخلون البليتة عليها. إذا كان غير جاف يجب أن يكون أكو ثقب معين هنا في مكان معين، ثقب من خلال الفليم يعني خلال النار يسوون بونشينج ثقب بالبليت ويحقنون، ويجب أن يكون المكان بحيث يكون الحقن تحت قاعدة هذه البليتة متساوي ما يظل بفراغ معين، لأن أي فراغ يسبب تركز بالأحمال، فيكون مكان الهول هذا بحيث يصير بالحقن تتوزع كل تتوزع هذا الجراوت اللي هو مادة الحقن بشكل مستوي وما يبقي أي فراغ تحت تحت البيس بليت. واضح؟ لأن الغرض قلنا إحنا من البيس بليت هو نقل الحمل مع العمود بشكل منتظر إلى الأساس، فإذا صار هنا الفراغ هيسبب أيضا مشاكل بالنقل الحمل. ايضا قلنا القاعده مال العمود تربط مع الفوتينجز على الاقل باربعه على الاقل باربع بولتات اربع على الاقل اربع بولتات قاعده العمود مع الفوتينج، هذا الفوتينج الاساس على الاقل اربع بولتات. هاي من ضمن المتطلبات. احنا العمود هذا عندنا يتحمل اما بي التيميت اللي هو الحمل الأقصى بطريقة التصميم الـ LRFD، وهذا الـ PA اللي في Allowable الحمل المسموح به من طريقة الـ ASD الـ ASD هاي التصميم. هذا الحمل هيكون بشكل عمودي لما ينتقل على قاعدة العمود يتوزع، هنالك أكو رد فعل من قبل التربة باتجاه القاعدة هذه. إيش قال هذا رد الفعل؟ بقيمة هذا رد الفعل اللي يجي من الفوتينجز من الأساس بقيمة PA على الأريا مال البليت هذه. واضح؟ فلذلك يجب أن هذه البليت تتحمل هذا الإجهاد. إيش قد تتحمل يا إجهاد؟ إجهاد قيمة الحمل مال العمود على الأريا، لازم يشيل هذا. وإذا صار أعلى فش حيسبب لنا؟ يسبب لنا شوف تقوس من الجهة الناتئة مثل كانت ليبر، سبب من هذا تقوس. إذا كان الإجهاد المسلط على البليتة أعلى من تحملها فيسبب تقوس، أو قد يسبب هنا المكان هذا الويب اللي هو شفه سبب شنو تنفصل عن
الفلانج، مكان شفر الفلانج. فبالتصميم لازم يكون تحمل البيس بليت بقيمة الإجهادات اللي مسلطة بشكل عكسي، وهي قيمتها معروفة، الحمل مال الكولوم اوفر الاريا مال بيس بليت. هنا هذه ياتي تكون قيمة ال بي التيميت اوفر اي، هي نفس هذا الجهاد اللي مسلط على قاعدة العمود. بس ناخذ الأمثلة توضح عندنا. أيضا لما نريد نحسب حساب دائما المسافة، نحسب حساب السمك مال البليت، نحسب من خلال المومنت العزم. أقصى عزم يكون يحصل وين؟ على بعد 0.8 من البي فلانج، عرض الفلانج هاي. أقصى عزم على بعد 0.8 من البي فلانج، هاي عرض الفلانج مال الكولوم. أقصى عزم 0.8، وأيضا على بعد 0.95 من دي العمق مال ويب، هذا مال اللي هو W section مقطع العمود. فعندنا يحصل ماكسيمم مومنت وين؟ يحصل بالبيس بليت، يحصل على مسافة 0.8 من عرض الفلنجة، وعلى مسافة 0.95 دي من العمق للكولوم. احنا من دائما التحمل مال الفوتينج شو يكون؟ يتحمل، لازم الفوتينج يتحمل هذا الحمل اللي هو شنو؟ بي بي، هذا الحمل الاقصى للاساس هو بقيمة 0.85 الاف برايم سي، هذا الاجهاد مقاومة الانضغاط مال الكونكريت، مقاومة الانضغاط مال الكونكريت في الـ A1. الـ A1 هي الـ area مال base plate، الـ A1 مال area مال base plate. إذن هو هذا قيمة الإجهاد أو القوة اللي تسلط على الفوتينز. هاي إذا كانت الـ area الـ base plate بقدر الـ base plate، يعني قاعة العمود بقدر الأساس، أبعاد بيس بليت هذه قاعدة عمود بقدر الفوتينز، مساوي الفوتينز. مرات البيس بليت أقل من الفوتينز، الفوتينز أكبر. شو هاي؟ هاي الفوتينز منها لنا أبعادها، وهاي قاعدة عمود أصغر، فيحسب بنسبة وتناسب وياها. فالمقاومة أو القوة المسلطة على الكونكريت هو بقدر 0.85 A prime C في الاريا مال بيس بليت، في نسبة الأساس مال فوتينج A2 إلى A1 تحت الجذر. وهاي قيمة القوة يجب أن مزيد عن 1.75 F prime C A1 في A1. طبعا معناتها هاي قيمة تشقد تحت الجذر؟ قيمتها مزيد عن الاثنين. يعني سلا نضرب اثنين في 0.85 يطلع لنا 1.7، فهاي قيمة النسبة تحت الجذر بين مساحة الأساس إلى مساحة قاعة العمود مزيد عن 2. وأقل مساحة لقاعة العمود، قاعة العمود بيس بليت، أقل مساحة هي لازم بي اف دي، اللي هي شنو؟ بقدر ابعاد العمود، ابعاد العمود اللي هو هاي عرض الفلانجة بي اف في الدي عمق العمود. فاقل مساحة العمود هو لازم بي فلانج دي، هاي اقل مساحة مسموح بها لقاعة العمود. لو ناخذ فد مثال على تصميم قاعدة العمود، ايضا كيفية ايجاد الثيكنس
قلنا نجد الثيكنس سمك العمود من خلال العزم اللي هو هذا في التيميت الحمل المسلط على العمود على قاعده مساحه القاعده مال بيس بليت في الام على 2. الام هاي شنو هذه؟ هاي الام هي المسافه من هاي مسافه الام اللي هي تعتمد ما تبقى من المسافه 0.95 هي قلنا مسافه شنو اقصى مومنت يحصل على بعد 0.95. فشوف يبقى عندنا هذه المسافه الام، فناخذ اكبر قيمه بين قيمه الام وهذا قيمه الان اللي هي هذه همينا قلنا اعلى عزم يحصل على بعد 0.8 بي فلانج. فشوف عندنا من النقص من عرض البيس بليت نقص من هاي المسافة اللي يحصل بها أقصى عزم، شبقى عندنا يبقى عندنا مسافتين من الجهتين نوزعها، نوزع N1 وهنا N1 بحيث تكون متساويات. هذه القيمة هي اللي نضربها ونطلع بها قيمة العزم اللي يحصل هنا، أو من جهة ثانية اللي قيمة العزم يحصل هنا. فناخذ هاي القيمة الآن هي القيمة الأقصى من الام والان، بعدين نطلع قيمه اكو لامدا ان. لامدا ان تعتمد على قيمه اكس اللي هاي المعادله مال قيمه اكس، وتعتمد على اللامدا اللي تعتمد على اكس. بعدين قالوا فرضوا اللامدا تساوي لنا ايكوال 1 على بود يختصرون المعادله، نعوض باللامدا هنا واحد، فشو يصير عندنا الان برايم. الان برايم حتطلع عندنا تصروها لان لامدا اخذ واحد تحت الجذر دي اللي هو عمق العمود بي فلانج تحت الجذر كله على 4. فايش ياخذ قيمه يحسب العزم؟ يحسب قيمه للال. الال مين ياخذه؟ الماكسيمم الطول الماكسيمم من قيمه ام والان وهذا اللامدا ان برايم. الماكسيمم اعلى قيمه يدخل بالمعادله هذا لحساب الثيكنس مال بيس بليت. واضح لو لا؟ انا اريد احسب الثيكنس مال بيس بليت، فاخذ اعلى قيمه للاير هذا لانه يدخل بهذا الاير اللي هو هذا الاير تربيع. فياخذ اعلى قيمه بين الان والان واللامدا ان برايم اكبر قيمه منهم. هسه بالمثال توضح الفكره. هسه ناخذ المثال الاول هذا انه البيس بليت حيكون اصغر من الفوتنج. بيس بليت اصغر من الفوتنج ديزاين ا بيس بليت اوف 36 اي 36 هاي نوع ستيل اللي معناته الاف واي قيمه الاجهاد الخضوع مالته 36 كي اس اي 4 دبليو 12 في 65 هذا السكشن مال عمود، هذا سكشن العمود. الاف واي مال عمود 50، انتبه لي الاف واي مال بيس بليت هذه والاف واي مال عمود 50 ذات سبورتد مد اون ذا لود بمسلط عليه حمل ديد لود 200 كيلو باوند واللايف لود 300 كيلو باوند. اذا العمود عندنا حمليه مسلط الديد لود واللايف لود. The concrete has compressive strength مقاومة الضغط مال الكونكريت الاف برايم سي هي 3 كي اس اي and the footing has dimension 9 فوت في 9 فوت ابعاد الاساس 9 في 9 فوت. ايش مطلوب عندنا؟ مطلوب تصميم قاعده عمود بيس بليت الحديد مالته نوعه او ستيل نوع اي 36 اللي الاف واي مالت 36 كي اس اي لعمود هذا المقطع مالته وهذا الاف واي مالته ايضا ومحمل عليه ديد لود على العمود واللايف لود هذا منطينا اياها. مقاومه الانضغاط مال الاساس مال الكونكريت هو منطينا اياها اف برايم سي وابعاد الاساس فوتنج هاز ابعاد الاساس 9 فوت في 9 فوت. واضح طلاب
تسمعون صوت واضح لا لا؟ دكتور واضح وياك. زين، اول شيء شو نطلع؟ اريد نصمم هذا قاعده العمود، نصمم بطريقتين، بالال ار اف دي والاي اس دي. بالال ار اف دي نطلع الحمل الاقصى ونطلع البي اي الاول بالاي اس دي. فبالال ار اف دي نضرب الديد لود 1.2 واللايف لود بال 1.6 طلعناه 720، وهنا أنا قيمه الحمل المسموح به هي 500 كيلو باوند بالاي اس دي. الاريا مال فوتنجز هو مطينا اياها ايش قد؟ مطينا 9 فوت في 9 فوت، نحولها الى الانش، 9 في 12 انش، هنا 9 في 12 انش. الاريا مال اساس هو 11664 انش تربيع، 11664 انش تربيع. هسه الاريا نريد نطلع مال من الاريا المساحه، نريد نطلع المساحه والسمك مال من مال بيس بليت اللي هي عباره عن اي 1 يساوي لنا بي في الان، بي عرض في القول مال اي. زين، احنا عندنا قاعده قلنا يجب الاريا مال فوتنجز على الاريا مال قاعده العمود تحت الجذر ما تتجاوز 2، صح ولا لا؟ اخذناها من ضمن الشروط قبل شوي، قلنا هاي القيمه يجب ان ما تتجاوز هذه، تمام؟ قلنا لازم القيمه هاي ما تتجاوز 2، واضح ولا لا؟ فنقدر نستفاد من هذه الملاحظه على مود نخلي ابعاد اوليه لل بيس بليت مالتنا. I determine require base plate area A1 اللي هي B في الآن. Note ملاحظة that the area of the supporting concrete المساحة اللي مال concrete is for greater than the base plate ما تزيد عن الاثنين عن base plate، واضح؟ نقدر ناخذ هسه من خلال هذا القانون مال اللود المسلط اللي استخدمناه قبل شويه، الحمل اللي على قاعده الاساس بي بي شو يساوي لنا هذا القانون؟ هنا خليك في مكان انا، بي بي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 0.85 F برايم سي في الـ A1 بتحت الجذر A2 على A1، تمام ولا لا؟ لازم أقل أو يساوي لنا هذا قيمة الثين يعني 1.7 F برايم سي في الـ A1، واضح ولا لا؟ فالـ A1 شو يساوي لنا؟ شوف عين الـ A1 شو يساوي لنا؟ يساوي ان هذا اللود في التيميت اوفر هاي القيمه كلها، هاي القيمه كلها مقسوم. فعندنا اللود ايش قد احنا طلعناه؟ 720 على الفاي سب سي، هذا الفاكتور، هذا الفاكتور على مود نطلع هذا الحمل الاسمي، هذا الفاي سب سي على مود نطلع قيمه الحمل الاقصى وقيمتها هنا بالكولوم بيس بليت، حفظوها بطريقه ال ار اف دي قيمتها 0.65، وبهاي الطريقه الاي اس دي قيمه الاوميجا هنا 2.31، هنا قيمتها 0.65 وهنا بالاي اس دي 2.31. فهسه نعوض القيم هنا، شوف شو عوض هنا، هاي عوض مكانها، عوض مكان القيمه هاي 2، لان هو يقول لي لازم ما تتجاوز عن 2، هاي قيمتها 2، والاف برايم سي 3.85، هاي الفاي سب سي، وهذا قيمه البي التيميت الحمل المسلط اللي حسبناه من الديد لود واللايف لود. طلعنا كابعاد اوليه للمساحه الكولوم بيس بليت هي 217.2 انش، هاي بطريقه ال ار اف دي، وهي الطريقه طلعناها مساحتها 226.5. شنو الفروقات؟ فروقات بالفاكتور، هذا الفاكتور وهذا الفاكتور، هذا الحمل هنا ناخذه مال 500 اللي حمل التشغيل، والفاكتور مالته
2.3. طلعنا الابعاد، الابعاد هذه مال كولوم بيس بليت لازم اشيكها ويا من والمينيمم. المينيمم هي بي اف مال عمود، بي فلانج مال عمود، والدي عمق العمود. مين طلعنا هذه؟ هاي نطلعها من التيبل. التيبل احنا عندنا نوع العمود هذا من التيبل مال بارت 1 الجزء الاول، نطلع الدي والبي فلانج، فمن نضربهم يصير المساحه مالتهم، مساحتهم 142. اذا هذا اكبر، اذا اوكي زين. اوبتمايز بيس بليت دايمنشن تو ميك ام وان. هسه نطلع قيمه الام والان على مود شلون نطلع السموك. شلون نطلع الام والان؟ نطلع من خلال هاي قوانين مال دلتا. هاي الدلتا، الدلتا هاي شنو عباره عن؟ هو احنا مو قلنا العزم الاقصى يصير على بعد 0.95 دي او على بعد 0.8 بي فلانج، هذا العزم الاقصى. فلذلك الدلتا شو يساوي لنا؟ هاي القيمه ناقص، فنطلع قيمه الدلتا اللي هي قانون مالته، قانون حفظه وهمي مال دلتا موجوده، او حفظه موجود يطبع على القوانين 0.95 دي ناقصا 0.8 بي اف على 2، فيطلع عندي الدلتا قيمتها هذه. هذه الدلتا شو تصير؟ تعطى الى البعد. فاحنا اللي يفضل دائما يفضل العمود او قاعده العمود عفوا تكون مربعه. فالاي 1 من طلعناها الاريا طلعناها 217، ناخذ الجذر مالتها على مود نطلع طول الضلع، طول الضلع الواحد، طلعنا طول الان. هاي الان باتجاه من؟ دائما ناخذ الان باتجاه الدي، باتجاه العمق. الان هاي باتجاه العمق، يعني اذا هاي الاي سكشن مالتنا هاي هنا واي دي، صح ولا لا؟ هاي دي. فقاعده مال العمود حيصير هنا أنا هذا أقعد. هاي الان من هنا مسافه الان، هاي الان باتجاه الدي اللي باعتبار هادي. فطلعنا هسه الان اخذنا جذر الاريا على ما طلعنا المسافه هذه وضفنا لها الدلتا، فتطلع عندي الان مال كولوم بيس بليت 15.7 انش. فنقربها الى اقرب عدد صحيح، ناخذها 16 انش. نقسم الاريا مالتي على الان اللي يبقى ابقى 13.6، فاخذها اقول 14 انش اقربها من هنا. واضح ولا لا؟ جذر الاير اي 1 طلعنا الطول، ضفنا لها الدلتا. الدلتا هنا انا قلنا الدلتا شنو عباره عن؟ هذا القانون مال الدلتا 0.5 دي ناقصا 0.8 بي اف على 2، فطلعنا هسه صار عندي هسه صار عندي الكولوم بيس بليت هذه الابعاد مالته 16 في 16 اخذها. هسه اطلع قيمة الام والان، الام والان على مو شنو الغرض من عنده؟ اطلع من خلال الام والان اطلع قيمة المومنت، من بعدها اقدر اطلع السمك مال كولوم بيس بليت، السمك مال هذه القاعدة. هسه ثبتنا هنا العرض 16 والثاني همين 16، ايضا 16 في 16 صارت. احنا قلنا العزم يصير اقصى عزم مومنت وين يصير؟ على بعد 0.95 دي. الدي جد عندنا قيمته 12، نضربه في الجد في 0.95 يطلع عندي هاي المسافه اللي هي تسبب لي اعلى عزم على بعد هذا من هنا ومن هنا 11.5. زين هي 16 ناقصا 11.5 كذي يبقى لي
يبقى لي 4.5. ونص 4.5 تتوزع مسافه منها 2.25 ومنها مسافه 2.25، فهي قيمه الام. واضح شلون طلعناها؟ الام على عزم على بعد 0.95 دي 0.9 دي دي 12 اللي مطلعها انا من خلال بارت 1 من التيبلات. فهذا المسافه اللي اتركها. انا عندي طول القاعدة 16 ناقص 11.5 بقى عندي 4.5. 4.5 وين توزع؟ لازم توزع مسافة متساوية من هنا مسافة 2.25 من هنا 2.25. هاي المسافات هي الام، هاي قيمة الام، الام باتجاه طول. اجي اطلع قيمة الان، الان باتجاه العرض، العرض عندي 16 باتجاه البي فلانج اعلى عزم يصير على بعد 0.8 بي فلانج، وهاي قلنا لكم اياها هنا بداية الشرح. واضح؟ شوف هنا أنا. هذا ماكسيمم مومنت ان بيس بليت يحصل اكور ان ا ديستنت 0.8 بي فلانج اند 0.95 دي. واضح؟ فبالعرض على بعد 0.8 بي فلانج العرض، فهم انقص 0.8 بي فلانج. قل عندي البي فلانج، بي فلانج عندي 12 هايته نطلعها من التيبل في 0.8 فيطلع هاي 9.6. ادي 16 ناقصا 9.6 يبقى 6.4. تتوزع جزئين منها 3.2 ومنها 3.2، هاي قيمه الان. فهسه صار عندي معلومه الان والان. هسه شو اطلع بعد؟ اطلع قيمه الاخرى اللي هي ان برايم لامدا. لامدا ان برايم، اللامدا قلنا واحد، فاطلع قيمه الان برايم لغرض اطلع قيمه منهم ال L. فنكمل هسه نطلع اللامدا ان. شوف هسه الام شو حسبناها؟ ان 16 ناقصا 0.95 في الدي على 2 تطلع ايش قد؟ من ديجيتين 2.25. الان حسبناها، نطلع هسه الان برايم. الان برايم اكو لامدا، اللامدا قلنا تبقى واحد على مود نخلص من قيمه الاكس واي، اختصرها وقال اخذ اللامدا هنا واحد. فقيمه الان برايم هي دي في البي فلانج تحت الجذر على 4 طلعت. ايش ناخذ؟ ناخذ القيمه الاكبر منهن اللي هو اللي يسبب لي اعلى عزم. اعلى قيمه بينها طلعت اول يا هي طلعت الان. ناخذ الاير هو ذا لارجست، اعلى قيمه من الام والان والان برايم اللي هي 3.2 انش اللي هي سبب لي اعلى عزم. واضح ولا لا؟ احسب هنا تي ريكواير، السمك المطلوب. القانون مالته هو القانون ال تحت الجذر 2 بي التيميت 0.9 اف واي بي في الان. 2 البي التيميت الحمل الاقصى 720 على 0.9 الاف واي 36. الاف واي مال من؟ مال بيس بليد، دير بالكم، مو الاف واي مال كولوم اللي هي 36. في البي في ان اللي احنا طلعناها 16 في 16 يطلع السمك اللي مطلوب عندي 1.33 انش، اوصله اقرب شيء الى 1.5. فيقول لك استخدم هسه يوز بيس بليت، يعني بليت هو هذا سمك 1.5 انش طول 16 انش في 1 فوت و4 انش، 1 فوت هو 12 انش و4 يعني هم نفس الشيء، بنوع من نوع ان اي ابو 36. اي ابو 36 يعني قيمه الاف واي مالته ابو 36 انش كيلو باون بير انش سكوير. هاي بطريقه ال ال اف دي، وبطريقه الاي اس دي نفس العمليه، انه بس نعوض مكان البي اي هو الحمل التشغيلي 500 ونطلع قيمه السمك مالته طلع 1.36. هم نفس الشيء نستخدم 1.5 انش بليت. بس هنا انا اكو تشيكينج لل
تحمل الكونكريت مال الاساس هذا لنسا واضح. تشيكينج تشيك فور بيرنج سترينث اوف كونكريت. ايش عندنا؟ عندنا الفاي سب سي. احنا مو طلعنا من خلال هذا القانون، من خلال هذا القانون طلعنا الاريا المطلوبه صح ولا لا؟ هسه اشيك الاريا اللي انا استخدمتها ايش قد اللود اللي حيتسلط عليها، ايش قد تتحمل لود، واضح ولا لا؟ فالفاي جت قيمته الفاي قلنا 0.65 في 0.85 في الاف برايم سي 3 في الاريا مالت ايش قد الاريا 16 في 16 الاريا اللي انا استخدمتها مال بليك. هذا قلنا ماكسيمم 2، اذا اقل من 2 نستخدمه كما هو، واذا هو اكثر نستخدمه 2 اعلى شيء. جت طلع عندي الحمل، الحمل اللي ممكن يسلط على القاعدة هاي القيمة. ما دام هذا الحمل معناتها القاعدة اللي تشيل هذا الحمل أو لها إمكانية تسليط هذا قيمة الحمل، وهذا الحمل هو أكبر من الحمل المسلط، فإذا معناتها القاعدة اللي نستخدمها بعدها أوكي، واضح ولا لا؟ هاي بطريقة الـ LRD، نفس الشيء بطريقة الـ ASD، بس إن أنا الفاكتور حيختلف والحمل حيختلف أيضا المسلط. الفاكتور هو 2.31، وطلع إنه هاي القاعدة تتحمل لود 565 وهو أكبر من الحمل التشغيلي، فإذا القاعدة أبعادها أوكي، وهاي يسموه تشيك مقاومة التحمل للخرسانة. طلاب أكسوان؟ نعم أستاذ. أكسوان؟ إيه أستاذ، بدون زحم عليك أستاذ، بالنسبة للبيس بليت يعني إحنا من طلعناها 16 في 16، إذا كبرنا يعني المساحة مالتها بعد ما بيها فائدة، يعني هاي أفضل شيء هالشكل قياسها، يعني مثلا نسويها 20 في 20 بعد ما بيها فائدة الزيادة هاي؟ لا احنا 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 التصميم مالتنا، احنا التصميم مالتنا لازم ناخذ اقل ابعاد ممكنه بحيث تتحمل اللود المسلط، اقل ابعاد ممكنه. هذا يعني يكون تصميم اقتصادي، خو اخذ 50 في 50 اخذ 100 في 100 مو منطقي. احنا شفنا انه اقل ابعاد، اقل ابعاد هو نحتاجها 15.7، فهذا اقربها الى اقرب على الصحيح هو 16. ما اقول انا اخذ 17 اقول 18، ممكن 17 18 تحمل اكثر، بس مو منطقيه. يعني احنا اقرب شيء، بعد ليش واحد يسوي حساباته، فناخذ اقرب واقل ابعاد ممكنه بحيث تتحمل اللود المسلط. واضح شو. هسه ناخذ مثال اخر، بيس بليت to be design. هذا النوع المثال الثاني اللي هو نا كان شرح مالته. مثال ثاني 7-6، هذا الديزاين مال base plate supported by a concrete pedestal. هذا base plate اللي حنصممه هسه بالمثال الثاني covers the entire concrete area، يعني بمساحة البيس بليت اللي هنصممها بقدر مساحة البيدستر أو الكونكريت أريا أو مساحة الفوتينجز، واضح لو لا؟ كامل بقدر. هنا كان المساحة مع القاعدة اللي صممناها هسه قاعدة العمود أقل أصغر من مساحة الفوتينج. هسه نأخذ مثال إنه مساحة قاعدة العمود بقدر مساحة الفوتينجز اللي نصممها. A base plate is to be designed for W، هاي نوع الكولوم اللي وقلنا W 12 في 152، قيمة الـ FY مال الكولوم هالقد اللي 50 KSI that supported load، يعني مسلط عليه حمل للعمود. supported load dead load 200 و live load 450. select نوع حديد مال بيس بليت أي 36، يعني الـ FY ما دام يقول لك أي 36 الـ FY مالته يعني 36 to cover، يغطي the entire، entire يعني كامل area مال concrete، entire
كامل الاريا اوف كونكريت اللي قيمه مقاومه انضغاط مال الكونكريت هو هاي يعني الاف برايم سي هو 3 كي اس اي هاي اف برايم سي يسمونه 3 كي اس اي the cover the entire area of 3 KSI concrete pedestal underneath تحت الكولوم بيس بيت هو القاعدة أو الفوتينجز مغطى بشكل كامل زين باعتبار هذا نوع الكولوم فنقدر نطلع من التيبول الدي والبي اف نطلع البي التيميت بطريقه ال ار دي ونطلع البي اي بطريقه الاي اس دي هاي بعد مفروض صارت تكون يعني حفظ تام شلون نطلعهم هنا سنحدد ديتيرمين ذا ريكواير بيس بليت اريا نوتينج ذات ذا تيرم اي 2 الى اي 1 شو يساوي لنا شو تظهر قيمته قيمته واحد ليش واحد لان هو يقول لي الاساس هذا الاساس فوقه يغطي بشكل كامل قاعده العمود واضح لو لا يغطي بشكل كامل فمعناته اي 2 اللي هي مساحه الاساس على مساحه قاعده العمود متساويات يعني جذر واحد جذر واحد ويطلع واحد واضح لو لا فهسه نطلع الاي 1 مساحه العمود من خلال هذا القانون فهسه من خلال هذا القانون نقدر نطلع قيمه الاريا المينيمال المطلوبه مال عمود بي التيميت عندنا احنا ايش قد طلعناها هنا قيمه 960 على قلنا هذا قيمه الفاكتور 0.65 الى بطريقه ال ار دي وال 0.85 في الاف برايم سي مال الكونكريت 3 اعطينا اياه بالسؤال وهذا قيمة جذر اي 2 على اي 1 قيمته واحد قيمته واحد لانه قلنا نفس ساحة القاعدة نفس مساحة الاساس طلعنا المينيمم ريكواير هسه الاي 2 الاي 1 هاي الاي 1 الاي 1 هاي المطلوبة الاي مينيمم شنو هو عبارة عن دي في البي اف لانج نضربها على قيمته فما دام هذه القيمة طلعت اكبر من المينيمم فاذا ناخذ هاي اوكي لو كانت هذه اقل لازم ناخذ المينيموم نعمل ندخل عن هذه هاي بطريقه ال ال ار اف دي وهي مساحه بطريقه الاي اس دي هسه ناخذ نطلع قيمه الان والدلتا ونطلع كل المتطلبات الدلتا هو 0.95 دي ناقصا 0.8 بي فلانج على 2 طلعنا قيمه الدلتا الان هو الجذر الاريا اللي طلعناها زائدا الدلتا هذه طلعت عندي 25.6 اقرب رقم لها 26 البي اللي هو اي 1 على ان قسمها طلعت 23 سواها 23 الاريا 23 انج واضح ولا 22.3 قسم الاريا على ان ممكن هم يسويها مربعة يسويها 26 بس 26 حصل هواية فقال لك تسويها 23 في 26 هناك هم كان ممكن يسويها أيضا ذاك السؤال هذا السؤال هنا مطلعناها 16 وهاي طلعت 13.6 ممكن يأخذ 14 بس هنا سواها للسهولة سواها مربع 16 في 16 بس إذا يأخذ 14 هنا شي يصير هنا حصل 14 قيمة الان حتى تغير وايضا لازم يشيك هاي ال 14 يشيك هنا يكتب 16 في 14 في 2 شوف الحمل جاي يطلع اكبر من هذا ولا اذا كان اقل من هذا يطلع معناته لازم يزيدها يوصل لل 16 او يوصل لل 15 ويشيك واضح ولا لا بس هو انا اختصارها لازم نسويها مربعة واخذ 16 في 16 فهنا انا طلع العرض والطول طول طلع 26 المساحه على الطول طلع العرض مال بي 22.3 قال استخدم 23
ايضا نفس العمليه بطريقه الاي اس دي. هسه يجي يشيك انه 23 في 26 تتحمل اللود لو لا، شيكها من خلال الفاي سب سي 0.65 وهذه قيمته 0.85 وهاي 3. هسه الاريا طلعت عندي 23 في 26 وهذا قيمته 1 لانه قلنا الاريا تغطي كامل الاريا مال البيس بليت تغطي كامل الاساس فقيمته 1. فطلع الحمل اللي شيله زياده 990 وهو اكبر من اللود المسلط البي التيميت اللي هو 960. هاي 960 فاذا اوكي. هسه هذا اوكي. وايضا نفس العمليه يشيكها مع الاي اس دي، بس الاي اس دي لا تنسوا انه قيمه الاوميجا سي فاكتور هذا 2.31 والبي مال اللود مالت اللي يشيك بي هو بي اي اللي هو 650. هسه يحسب قيمه السمك. شلون نحسب السمك مال البيتا؟ من خلال لازم اطلع قيمه الام واطلع الام والان برايم واخذ الاكبر قيمه منهم. واضح؟ اريد احسب السمك كومبيوتنج كومبيوتنج ريكوايرد بيس بليت تكنس متطلبات حساب السمك. الام الام شنو هو؟ قلنا الطول مالتها ناقصا 0.95 دي على 2 يطلع 6.9.49. شنو هذه يعني معناتها؟ وقلنا هذه بالضبط هاي القاعده. وهنا أنا مقطع الاي سكشن هاي من هنا لهذا الان هاي مسافه الان. واضح؟ الان حيث عندي من هنا لهنا هي هاي المسافه اللي يصير بها القيمه يسموه اقصى عزم اللي هو 0.95 دي. شو حيبقى؟ حيبقى من هنا لهنا هاي المسافه هاي اللي هي هاي الام الام هنا وهاي الام الثانيه هاي الام. طلعنا الام وهسه الشيء طلع لازم اطلع الان. الان شنو هو؟ قلنا من هنا اطلع قيمه 0.8 بي فلانج واطلع منها لنا المتبقية هنا هاي الان وهاي منها لنا الان الثانية. الان شو يساوي لنا بي اللي هو هذا العرض بالضبط هاي عرض القاعدة مال ولما لنا عرض قاعد العمود ناقصا 0.8 بي فلانج على 2 وطلع 6.5 هاي الان هنا هاي 6.5. الان برايم هو تحت الجذر قلناها اللامدا اللي اختصرناها استخدمها دائما واحد اللامدا تحت الجذر دي بي فلانج على 4 طلع. فش ياخذ؟ ياخذ اكبر قيمه منهم اكبر قيمه منهم اعلى قيمه هو الان استخدم الان يعني خلاص 6.5 وهذا يعتبرها قيمه الان. هسه اطلع تي ريكواير اللي يعني ثيكنس سمك المطلوب. قانون هو ال تحت الجذر 2 في التيميت اوفر 0.9 اف واي بي ان. هذا الحمل الاقصى 960 على الاف واي. قلنا شنو الاف واي؟ هذا نوع الحديد مال بيس بليت وليس مال كولوم. طلعها طلع قيمه التي ريكواير هذه فطلع قيمه السمك المطلوب 2.05 فياخذ 2.8 انش عرض 23 وطول 2 فوت و2 انش. 2 فوت هو 24 انش و2 يعني 26 انش معناته مجموع 26 انش من نوع حديد الاي 36. و قاعدة العمود الفوتنج الاساس ايضا قلنا نفس ابعاد شنو؟ نفس ابعاد البيس بليت هذه 23 في 26 انش قاعدة الكونكريت. والاف برايم سي واضحة هو بروسيجر يعني ما بي شيء تصميم قاعدة العمود كلش بسيط بروسيجر. هسه ريبيت اكزامبل 7 6 المثال السابق
if column is to be supported by a concrete pedestal 2-inch wider, إذا كان قاعدة الأساس العفو أساس concrete pedestal قاعدة الكونكريتية 2-inch wider أكبر on each side من كل جهة than the base plate. يعني هاي البيس بليت فرضا القاعدة الكونكريتية أكبر من كل جهة أكبر 2 إنج من كل جهة واضح ولا لا؟ راح تتغير أي يعني أكبر من 2 إنج يعني العمود هو نطلع من المثال السابق اللي هو نوعه وايد فلانج 12 في 152 طلعنا الدي مالته والبي فلانج البي ألتيميت هو نفسه ناخذ من السؤال السابق لأنه الديد لود واللايف لود نفسه البي اي هم ايضا نفسه المساحة ايضا حنحسبها نفسها المطلوبة من المثال السابق هسه اذا كان تراي اف وي تراي جربنا ناخذ اريا 24 في 25 فالاريا اي 1 مال بس بدي احسسها 600 انش The pedestal area قاعدة العمود الكونكريت هو will equal إيش قاعد يصير؟ طلاب وياي لو لا؟ إيه دكتور وياك دكتور بس سؤال هنا نحن قلنا if we try يعني لأنه المساحة السابقة مساوية ما كان عندنا مساحة فطلعت لا واحد لا 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 مو بعد ساعة لا لا اسمعيني إحنا بالسؤال السابق قد طلعنا مساحة مساحة مطلوبة 500 واحد 79 مو وطلعنا مساحة هنا 588 طلعناها لأن أخذناها واحد تمام ولا بالسؤال السابق فدي يقول لي أقرب شيء لها 600 هي عبارة عن 24 في 25 بيوصل أقرب شيء تراي ها يعني تراي غير يجرب يأخذ هذه المساحة 600 إنج أقرب إلى هذه القيمتين واضح ولا لا فالأقرب شيء لل 600 هو 24 في 25 زين إذا كانت هاي قاعدة العمود 24 في 25 هاي 24 هاي 25 وهاي 24 الكونكريت الجدول الأساس مالته قال لي أكبر باثنين فمننا 2 ومننا 2 شو حيصير؟ حيصير 26 2 باثنين حيصير مننا 26 صحيح ولا لا؟ ومننا 2 العفو 28 يصير كونكريت حيصير 28 وأيضا مننا 2 ومننا 2 أو 25 ومننا 2 باثنين 4 يصير 29 فيصير قاعدة الكونكريت البيدستر 29 في 28 كل مساحته يصير 812 هسه يشيك هاي النسبة 812 على 600 ايش قد قيمتها 1.16 احنا مصممين كنا المشتغلين كله على اساس هذه واحد صح ولا لا اشتغلنا على اساس واحد هسه يجرب القاعدة مال الكونكريت على اساس 1.16 واضح طلاب ولا لا فالاريا المطلوبة على اساس انه هاي قيمتها 1.16 البي التيميت عندي 960 هذا الفاي عندي موجودة هاي عندي موجودة والمقاومة الانضغاط مال الكونكريت اللي هو قيمتها 3 بس النسبة مال تحت الجذر اللي مساحة الاساس على مساحة قاعدة العمود تغيرت فايش قد الاريا المطلوبة طلعت الاريا المطلوبة هاي يعني 499 بالحاسبة تحت الجذر قال خلي أجرب 22 في 23 يعني طلعت المساحة 22 في 23 506 506 إذا يقرر معناته الأساس شنو جد قيمته إذا 506 أكبر من هذه أوكي ما دام 506 أكبر من هاي أوكي ويا هاي نفس الشيء فقاعدة البلتستر هسه هاي 22 يضيف لها 2 ب 2 يعني 4 صارت معناته الاساس 26 ب 27
11 قلت مساحته هذا طلع في رقم معين 702 هم جرب على هالقيمة طلعت هاي القيمة 1.18 واضح ولا لا؟ فالـ A1 بالطريقة الـ LRFD تحتاج لنا 490 بطريقة الـ ASD راد لنا 499 هاي إذا كان جربنا هاي 1.18 فمعناته أوكي وصل إلى مرحلة بالمحاولة والخطأ وصل إلى أقرب مساحة ممكنة من خلال معرفة النسبة مال A2 إلى A1 هنا يطلع الدلتا على مود يطلع السمك ايش قد يريده الدلتا ضمن هالقانون والآن طلعها فوصل قيمة الآن هي 24 والبي هي 21 فالبيدستر ايش قد حيصير عندي البيدستر مال الأساس الكونكريتي هو زيادة 4 ب 4 لكل واحد فهنا 24 ب 4 يصير 28 21 ب 4 يصير 25 هاي قاعة العمود اللي هي هاي النسبة 1.18 اللي اشتغل عندي هسه يشيك قيمة القوة المسلطة تشتغل له لا القوة المسلطة من خلال هالقانون هذا الاريا عرفها 21 في 24 مال هذا مال العمود مال قاعة العمود وهاي النسبة بين الأساس وقاعة العمود فطلع عندي الحمل الأقصى 985 أكبر من الحمل المسلط إذن أوكي واضح ولا لا هسه يطلع بالنهاية يطلع سمك البيدستر طلع قيمة M و N و N برايم وراح طبق القانون أخذ أكبر قيمة بيانات القيم الثلاثة اللي هي هذه الN وطبق القانون مالته طلع التير كواير يعني السمك المطلوب فقال استخدم هذا اقرب شيء من 1.89 استخدم 2 انج في 21 في 2 فوت 2 فوت يعني معناته 24 انج نوع عمود نوع الحديد اي 36 والكونكريت بيدستل هو لازم يزيد شيء من كل جهه فهذا 21 يعني يصير هذا 25 هذا 24 يعني يصير 28 انج والمقاومة الانضغاط مال الكونكريت هو 3 KSI واضح ولا لا؟ اعيد لكم اياها السؤال على السريع كفكره هي انه اذا كان قاعده البيدستر القاعده الكونكريتيه اكبر من قاعده العمود البيس بليت اكبر من كل جهه ب 2 انش واضح ولا لا؟ احنا العمود عندنا والحمل مالته عندنا كله طلعنا الحمل الاقصى والحمل المسموح به بطريقتين احنا مطلعين من ذاك السؤال السابق من كانت النسبة الـ A2 الى الـ A1 قيمتها واحد مطلعيها قيمة الاريا المطلوبة الـ A1 مطلعيها هاي النسبة واضح لا فأقرب شيء لها قال استخدم 600 فرض انه قيمتها فرضها 24 في 25 من فرض هاي 24 في 25 عرف ابعاد الكولوم بيس بليت قاعة العمود ما دام عرف ابعادها يقدر يضيف لها اثنين من كل جهه يعني اربع انجات للطول واربع انجات للعرض على مود يطلع ابعاد الاساس طلع ابعاد الاساس هذه ابعاد الاساس وطلع الاريا مال الاساس فالنسبه طلعها النسبه ايش قد طلعت؟ طلعت عندي نسبه 1.16 أنا إيش مشتغل هنا أنا مشتغل على نسبة واحد فأجي أصلح مالتي هسه أبدي أصلح أسوي تصحيح أشتغل على النسبة جديدة أطلع أبعاد للقاعدة العمود جديدة أيوان اعتمادا على هاي النسبة اللي هي 1.16 طلعت شقد الأريا المطلوبة اعتمادا على هاي النسبة الجديدة شقد طلعت عندي 499 او 500 وهنا 507 فاخذ طبعا الاكبر هذه من خلال حاسبه اقرب رقمين لها حاصل ضرب 22 في 23 يعطيني 506 اوكي فطلعت هسه ابعاد القاعده من ابعاد القاعده مال العمود اطلع ابعاد الاساس
ابعاد الاساس على ابعاد القاعده طلعت النسبه الجديده، النسبه الجديده 1.18. هاي النسبه اصلح لازم، لان انا قبل شويه مشتغل على اساس نسبه 1.16، هسه طلعت عندي النسبه حسب الابعاد اللي اختاريتها 1.18، فاصلح اطلع اريا جديده. اطلع اريا جديده شلون؟ طلعت الدلتا. الدلتا اضيفه لمن؟ للاريا اللي طلعناها. الاريا قبل شوي ايش قد طلعت عندي؟ كانت مطلوبه 400 ويا طلاب لو لا. الاريا قد طلع عندي 499 و490. هاي الاريا طلعت عندي. هاي مين طلعت هاي الاريا؟ هاي تطلع الاريا اطبق هاي النسبه. يعني شلون اطبقها؟ هاي ما كاتبه هو لانه مختصرها. يعني شو اسوي؟ اطلع الاي 1 هسه من زي شو اسوي؟ انه اكتب 960 اللي هو بي التيميت على يمن تقسيم 0.65 اللي هو هذا الفاكتور في 0.85 في 3 اللي هو مقاومه الانضغاط مال الكونكريت في النسبه الجديده اللي طلعت عندي اللي هي 1.18. جت تطلع عندي الاي 1، طلعت الاي 1 490 تطلع بطريقه ال ار اف دي، بطريقه هاي ال ار اف دي. ونفس الشيء اطبق هذا القانون الاي 1 بطريقه الاي اس دي. الاي 1 شو يساوي لنا بالضبط؟ هذا القانون طبقه 650 اللي هو البي اي في الفاكتور اللي هو 2.31 على 0.85 في 3 مقاومه انضغاط الكونكريت في النسبه الجديده. قد النسبه الجديده 1.18. جيت تطلع الاريا بطريقه الاي اس دي تطلع عندي 499 اللي هي هذه 499 انج تربيع اللي هاي بالاي اس دي. واضح؟ زين طلعت عندي هسه الاريا بال ال ار اف دي وبالاي اس دي. اجي اطلع لها قيمه الدلتا. طلعت يعني صلحت هسه على النسبه الجديده اطلع قيمه الدلتا. الدلتا هو هاي قانون ثابت. اضيف الدلتا لمن؟ اضيفها للان. الان هو جذر الاي 1. الاي 1 هو ايش قد قلنا بالطريقه الاي ار اف دي 490 تحت الجذر اطلع البعد واضيف له الدلتا. فطلع 23 فاقول استخدم 24 اقرب شيء. الاي على الطول الاريا يعني الاريا مساحه على الطول يطلع العرض. العرض طلع 20 اقرب الى اقرب شيء 21. هاي بطريقه ال ار اف دي وايضا بطريقه الاي اس دي هم نفس الشيء اسوي. فهسه شو اقول؟ اقول استخدم مساحه لقاعدة العمود 24 في 21. هذا ف 24 في 21 هاي معناتها مساحة الاي 1. مساحة الاي 2 اللي هي قاعدة الاساس الكونكريتي شو يصير؟ يصير هذا مضاف له 4 انجات وهي مضاف له 4 انجات باعتبار من كل جهة انجين. فشو يصير مساحة الاي 2؟ هي 28 في ايش قد؟ في 25 هالاي 2. فاطلع هالقيمه اقسم الاي 2 على الاي 1 اشوفه طلعت عندي نفس النسبه 1.18. اذا اوكي يعني هسه طلعت من هاي النسبه. شوف هالاريا مين طلعتها؟ من هاي النسبه فطلعت عندي نفس النسبه فاوكي. فاذا مساحه العمود قاعده العمود ومساحه الاساس طلعناها. هسه اشيك الحمل اللي مسلط اللي تتحمله ايش قد هاي القاعده للكونكريت من خلال هذا القانون 0.85 في 0.65 الفاي سب سي هذه الفاكتور في الاف برايم سي اللي هو مقاومه انضغاط الكونكريت في مساحه قاعده العمود اللي وصلنا لها في هاي النسبه اللي طلعت من عندي ايش قد طلعت تتحمل هاي القاعده مال الكونكريت قد تتحمل حمل 985 ما دام اكبر من الحمل المسلط فاذا اوكي. وايضا بطريقه الاي اس دي همينا شيكناها ما دام اكبر من البي الاوبل بي اي فاذا اوكي. فاقول
انه استخدم هذه. هسه اجي اطلع الثيكنس، اطلع سمك قاعده العمود. السمك شنو نطلع؟ نطلع قيمه الام من خلال هذا القانون، نطلع الام ونطلع الان برايم من خلال هالقوانين. نستخدم نعتبر الار اكبر قيمه من هاي ثلاث قيم. الار هو اكبر قيمه من هاي ثلاث قيم، ال ماكسيمم اوف هاي القيم اخذناه اللي هو 5.5 انش. هسه اجي اطبق قانون ايجاد السمك تي ريكوايرد، يعني السمك المطلوب يساوي لنا ال تحت الجذر 2 بي التيميت اوفر 0.9 في الافوال. الافوال مال من هذه مال قاعده العمود بيس بليت، مو مال كولوم. مال كولوم قيمتها 50، بينما مال قاعده العمود بيس بليت هي قيمتها 36 في اخر مساحه اللي انتخبناها لقاعده العمود اللي هي 21 في 24. طلع السمك المطلوب 1.89 انش، اقرب الى اقرب رقم قلنا استخدم فيه انش. فلذلك العمود قاعده العمود هو كولوم بيس بليت او بيس بليت هذه شنو حتكون ابعادها؟ سمكها 2 طولها 21 انش عرضها 24 انش. نوع الستيل مالته اي 36، يعني الافواي مالتها قيمتها 36. البيدستل كونكريت القاعده الكونكريتيه الاساس الفوتنجز شنو ابعاده؟ اكبر من ابعاد قاعده العمود باربع انجات، يعني انجين من كل جهه. فهاي 21 انش، هاي 25 انش، هاي 24 انش، هاي 28 انش. ومقاومه الانضغاط مال الكونكريت هو 3 انش، 3 كيلو باون لكل انش تربيع. مقاومه الانضغاط 3 كيلو باون لكل انش تربيع. واضح طلاب ولا لا؟ واضح استاذ. بس ممكن واضح استاذ، بس ممكن سؤال؟ صفحه 31 استاذ بالتريننج.